كان كتير صعب إني لاقي فستان بمستوى جمالك وحلاوتك، بس بظن إني لقيت شي مناسب. بتمنى إنه يعجبك. المسا بشوفك. أويا بدك شي مساعدة؟ أويا بعتلي فستان لألبسه المسا، كنت ناوي ألبس واحد أسود بس هلأ احترت. هيك صرنا جاهزين، شوي ومنطلع. على فكرة طالع كتير حلو، هلأ بده يغار منك العريس. يا ريتك يا ريت تكمل فرحتنا. شو هاد شو هاد شو هاد؟ أنا جاهز، شو رأيكم؟ عم تسأل عن رأينا؟ تاخد العقل وبتجنن. طيب لكان منمشي إذا أمي جاهزة. هي بغرفتها، رح روح اتفقدها. ما بعرف إذا تخميني صح، بس فيني أقلك شو كنت رح تقلي بهذا الموقف. بابا أول شي كنت رح تقوله إنك متأكد إنه ابنك العنيد بالنهاية بيوصل للي بده إياه مثل العادة، وكمان كنت رح تقلي إنك مبسوط بهالنهار وفرحان فينا. اليوم أسعد يوم بحياتي. اللي بدي تعرفه إنك أساس هاي السعادة. بابا أنا بسببك رجعت عشت من جديد. أنت قدمت لي وهديتني أحلى وأغلى هدية بحياتي. قد ما شكرتك قليل بابا. يلا ريحان شو صار معك؟ معقول ما جهزتي لهلأ؟ الفضول قتلني. ها يلا فرجيني. يوصف جمالك، ما شاء الله عليكي. الله يحميكي ويحفظك من الحسد والعين. يعني هلأ مو مبالغة ألبس هذا الفستان؟ يعني نحن بالبيت بالنهاية. لا كتير مناسب، أمير ما رح يصدق عيونه لما يشوفك. كتير حلو الفستان على فكرة، بياخد العقل عليكي. شكراً حبيبتي نيجار.
قلت أكيد بتكون كاسة شاي بعد كل هذا التعب. أي والله أجد بوقتها، يسلم إيديكي. أنا اليوم كتير تعبتكم، ما بعرف كيف بدي كافيكم على وقفتكم معي. هاي كاستك رح أطلك يا هون، خديها أنتي أحسن بلا ما تنكب أو تنقط عليكي. يسلم إيديكي نيجار.